حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومع هذه الحلقة الخاصة بزيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم سلطان عمان إلى دولة الكويت. هذه الزيارة تأتي تأكيدا على قوة ومتانة العلاقات الكويتية العمانية، وتعزز مختلف جوانب التعاون الثنائي القادم بما يحق أو عفوا القائم بما يحقق مزيدا من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء لشعبيهما. وللحديث أكثر نجيب عن هذا الموضوع وهذه الزيارة، نستضيف معنا في الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي. صباح الخير وهلا وسهلا فيك معنا في برنامجنا وهذه التغطية الخاصة. يا هلا، صباح الخير. ودنا نتكلم في البداية أنك كيف ترى تطور العلاقات الكويتية والعمانية عبر عقود من الزمن؟ بالنظر إلى التاريخ و نشأت دولة الكويت ومن ثم رواج التجارة الكويتية، كانت السواحل العمانية محطة من المحطات المهمة في ربط الكويت مع أفريقيا ومع أيضا الهند. هذه المحطة أوجدت نوع من العلاقات المميزة عبر التاريخ. التاجر الكويتي وصل إلى عمان، وأيضا التاجر العماني وصل إلى الكويت عبر تبادل السلع وتصديرها لموانئ دول الخليج العربي. هذه استمرت إلى سنوات يعني طويلة، ثم بعد اكتشاف النفط في دولة الكويت كانت الكويت محطة للعمانيين الباحثين عن العمل، فرص عمل في داخل الكويت، وهذه أيضا أوجدت نوع آخر من العلاقة الحميمية التي يعني تميز بها الشعب العماني وشعب دولة الكويت، إلى أن استمر هذا الحال وأتى يعني بعدها إنشاء كيان مجلس التعاون الخليجي الذي ضم الكويت وعمان وبقية دول مجلس التعاون، وعزز العلاقات أكثر وأكثر. وأيضا لا ننسى الدور التاريخي الذي قامت فيه السلطنة تجاه دولة الكويت أثناء القزو العراقي الغاشم عليها، وكيف يعني كانت عمان من الدول التي يعني ساهمت في تحرير الكويت. مواقف كبيرة لن تنسى للطرفين، العلاقات الاجتماعية رائعة ومميزة، وما يجمع الشعبين أكثر بكثير من العوامل المشتركة إلى جانب اللغة والدين الإسلامي، لكن فعلا هناك علاقة مميزة تجمع البلدين. صحيح. دكتور فيصل الشريفي، يا ريت يعني أو ودي أعرف كقراءة خاصة فيك، شلون تقرأ زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم سلطان عمان إلى الكويت؟ شلون يعني تقرأ هذه الزيارة؟ وإن حملت عنوان زيارة دولة، لكن العناوين الأكثر والأبرز هي هذه العلاقة التي جمعت البلدين. واليوم هذه الزيارة التي يقوم بها السلطان أو جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى الكويت وإلى أخيه سمو الشيخ مشعل أحمد الصباح، لها أبعاد كبيرة يعني تتجاوز عنوان الزيارة. وإن حملت عنوان زيارة دولة، لكن فعلا ما يربط جلالة السلطان وسمو الأمير والشعب الكويتي والشعب العماني أكبر بكثير من أي معاني أخرى. هو استقبال الود، استقبال الأخ، استقبال الأشقاء في بلدهم الثاني الكويت. أنا دائما أراهن على نوعية العلاقة التي تجمع سلطنة عمان مع الكويت، أنها علاقة مميزة جدا، علاقة مبنية على الثقة، على التفاهم، على المحبة، على رؤى تجمعنا كبلدين، سواء في المواقف الداخلية المواقف الخارجية. فعلا اليوم الكويت فرحانة في هذا الضيف العزيز والكبير على سمو الأمير. اليوم
هذه زيارة تؤكد أصالة العلاقات التي تجمع عمان والكويت. الآفاق كبيرة والتطلعات كبيرة، لكن فعلا العنوان الأبرز لهذه الزيارة هو عنوان زيارة المحبة. دكتور فيصل، شنو الملفات اللي ممكن دراستها والتطرق لها خلال هذه الزيارة؟ كثيرة. أولا يعني الوضع الإقليمي سيتصدر النقاش، ولا شك أن المنطقة تمر بمنعطفات تاريخية مصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة. كون يعني دولة الكويت وسلطنة عمان يهتمان بهذا الملف بشكل كبير، وتابعنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل أبناء السلطنة وأبناء الكويت مع هذه القضية العادلة بحق تقرير المصير لإخواننا الفلسطينيين. ولا شك أن قضية وقف إطلاق النار والعدوان على غزة تأتي ضمن اهتمامات السياسة الخارجية لدولة الكويت وأيضا لسلطنة عمان. هذا من جانب. الجانب الآخر تعزيز الشراكات الاقتصادية. إذا ما نظرنا إلى النمو الاقتصادي والتطلعات الاقتصادية التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق وسمو الأمير الشيخ مشعل فيما يتعلق في المشروع الحزام والطريق والتعاون الكويتي الصيني والعماني الصيني كمنافذ بحرية مهمة تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وهذا أيضا ملف توافقي يفترض أن يبحث من حيث تعزيز فرص نجاح هذه الفرصة التاريخية أنا أسميها، إلى جانب تعزيز الشراكات البينية. ولا شك أن يعني مشروع مصفاة الدقم كان من المشاريع المميزة التي جمعت الدولتين، والتي يعني ساهمت بشكل كبير في إيجاد دخل مالي آمن وإضافي لميزانية سلطنة عمان وميزانية دولة الكويت. ومن هنا هذه الشراكات النوعية تعتبر إضافة للعلاقات التي تجمع البلدين. اليوم هناك أيضا إضافات أخرى كما ذكر ضيفكم الكريم وتكلم عن اقتصاد يقود المرحلة القادمة، لما يعني يجمع البلدين أيضا من استقرار سياسي ورؤى موحدة نحو تنويع مصادر الدخل. أيضا المشتركات الأخرى اللي ممكن تبحث هي إلى جانب التبادل التجاري، هناك تبادل ثقافي سياحي ممكن تعليمي صحي. الإخوان في سلطنة عمان أيضا نشطين في جانب القطاع الصحي، وممكن الاستعانة بالكوادر المدربة والمهيئة من سلطنة عمان. الآفاق كثيرة حقيقة والتطلعات كثيرة. أيضا تعقيبا على ما ذكره الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف حمد البلوشي من سلطنة عمان، ذكر هنالك تقارب بين البلدين دولة الكويت وسلطنة عمان، بوجهة نظرك ما هو هذا التقارب؟ يعني أولا الاستقرار السياسي، هذه سواء في السلطنة أو في الكويت القانون سيد الموقف، ولذلك إذا كان هناك مشاريع استثمارية تربط البلدين فهي مشاريع آمنة لأن مظلة القانون هي التي تحكم. أيضا الثقة والقدرة على التواصل مع المحيط العالمي في المجالات الاقتصادية. التاجر العماني والتاجر الكويتي شاطر. أيضا السياسة الخارجية تخدم التوسع التجاري بصورة أو بأخرى. هذا ما ذكرت أنه في البداية تاريخيا كان النشاط التجاري هو مصدر الرزق للبلدين، وهو أيضا يعتبر نشاط دولي عامة. دكتور
دكتور فيصل، بنتكلم عن برايك شلون ممكن لدولة الكويت وشقيقتها سلطنة عمان أن تطوران العلاقات بين البلدين إن شاء الله في المستقبل. يعني مزيد من الانفتاح، مزيد من المشاريع المشتركة. لا شك أن في الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو الأمير إلى سلطنة عمان هناك اتفاقات وقعت وبروتوكولات يفترض أنها تفعل من خلال إيجاد أو من خلال تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تجمع البلدين، وهذه عليها مسؤولية أن تضع الآفاق التي ممكن والمسارات التي ممكن التوافق عليها وتفعيلها في نفس الوقت. هناك يعني فرص استثمارية ضخمة، لا شك أن التنوع الجغرافي في سلطنة عمان والثروات الاقتصادية التي تتوفر لديها تسمح بمزيد من التجارة. الموانئ التي يعني الكبيرة والواسعة والإطلالات على بحر العرب والخليج العربي، ومن ثم الربط مع المحيط الهندي ومع البحر الأحمر تسمح بأن تكون عمان محطة استراتيجية للتبادل التجاري. وكذلك دولة الكويت في الشمال تتمتع بيعني موقع جغرافي مميز يسمح بنمو الاقتصادي. في رأيي متى ما فعلت هذه اللجان و اتخذت مسارات محددة نحو تعزيز الشراكات البينية وأيضا فتح آفاق لنوعية صناعات قد تكون يعني غائبة عن المنطقة وممكن تبنيها من هذا الجانب أو هذا الجانب. نعم، الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي، شكرا جزيلا لك على وجودك ويانا. شكرا لكم.